اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل، وده ريفيو سريع للحلقه اللي فاتت او التوتوريال اللي فات. التوتوريال اللي فات كان عندنا اللوحه بعنوان فانتازي وورلد. احنا كنا عاملين فيها دايركشن، كان الدايركشن دوت في مخلوقات فضائيه، كان في حته شويه فيها اثاره وفيها غموض. طيب الدايركشن دوت احنا عملنا بيه مسابقه وطلعنا بافكار كتيره حلوه قوي الصراحه في المسابقه ديت. شفت منها الحاجة الكرياتيف قوي، وشفت منها الحاجة اللي كان بيقلد الفيجوال نفسه. الاتنين بحترمهم جدا، بس انا بجو مع الدايركشن الكرياتيف اللي هو فكر بره البوكس. طيب احنا اخترنا مجموعة من الناس اللي هيكسبوا معانا، هما 5 منهم حد كرياتيف. الكرياتيف دوت اللي فكر بره البوكس قوي وطلع بكذا دايركشن. طيب طبعا قبل ما اخش في حتة ان احنا نريفيو الاعمال اللي طلعت معانا، حابب برضو ان انا اوجه الناس ان احنا مش بس بنبص على الاشكال اللي هي طالعة بنفس اللوك اند فيل او نفس الشيب، احنا بنبص على الحاجة الكرياتيف. انت ازاي اخدت الماتيريال بتاعتي وظفتها بطريقة جديدة، او اخدت الماتيريال ديت عملت بيها كومبوستنج جديد. ليه؟ لان انا يهمني ان انا اشوف تفكيرك او اشوف الابداع بتاعك. لو انا لزمتك بحاجة واحدة بس، عمرك ما هتوصل ابدا للكرياتيفيتي. فانت لازم عشان تفكر في الكرياتيفيتي او عشان توصل للكرياتيفيتي لازم تنطلق، ولازم تاخد الماتيريال وتطلع بيها نتيجة جديدة. لكن ان انت تقلد هي فكرة انا مرجحهاش. طيب خلينا بس قبل ما نخش في الدنيا كده، تعالوا نشوف الاول الحاجات اللي اتعملت. تعالوا نشوف كده. طيب نبدأ. طبعا اول حاجة عندنا هنا الجزء ده، خلينا نبدأ من الجزئية اللي في الشمال شوية. عندنا طبعا الجزء ده، احنا هنا الضوء بتاعه غريب شوية، لان انا عندي هنا الفليمز والنار والاكسبلوجن ده كله كان المفروض ان هو يبقى مأثر على الجزء بتاع وشه. عندي الجزء ده تمام شوية، بس انا عندي هنا في كومنت، بس هو ايه ده؟ يعني انا مش عارف ده ايه، هو تقريبا بيلدينج بس مختفي شوية. عندي برضو الطيارة ديت لذيذة ومكانها حلو وكل حاجة، بس عندي مشكلة ان انت المفروض ان الجزء ده كله كان المفروض ان هو يبقى منور. الجزء بتاع الجناح ده المفروض ان انت كنت تعمل ريم لايت ويبقى متأثر بالإكسبلوجن شوية. طيب عندي ده برضو، انا مش فاهم ده ايه، يعني ممكن يكون هو بيبخ نار تقريبا او حاجة، بس الجزء ده كان المفروض هيبقى منور برضو اصفر شوية. والجناح طبعا الضوء بتاعه كان المفروض يبقى متأثر بالاصفر ده. طيب عندي حاجة هنا مهمة، ده برضو تحس ان هو مفصول شوية، كان محتاج الاضاءات والظل والنور كان يتظبط شوية. عندي حاجة مهمة هنا جدا، المفروض ان دي ايه، انا مش عارف. المفروض ان هي لينس فلير، بس غريبة شوية تقريبا مع ضوء الشمس، او هي طلعتها غريبة، تحس ان هي مش متصلة شوية مع ضوء الشمس. فاهم ان انت مطلعها هنا، بس هي مكانها غريب بالنسبة لي، وخصوصا انها كمان اللون بتاعها مش ماشي نهائي مع المود الضلمة. يعني انت عندك الشمس هنا والمود كله ضلمة، ومدية هنا لينس فلير، فشكلها غريب سنة. طيب ممكن برضو يكون هنا الأصفر، تحس إن هو مجرب سنة تقريبا، تحس إن هو مجرب كده شوية مش انفجار. هنا كويس. عندي الجزء دوت كان المفروض إن أنت تكمله وتكمل رجله للآخر خالص، بحيث إن هو يبقى واصل لتحت، يعني هو كان ممكن يبقى واصل لتحت. طيب بس تمام، يعني overall خلينا نتكلم في إيجابيات. لأ هو الفيجوال ممتاز جدا، والمود بتاعه والإضاءات بتاعتك حلوة جدا، والفكر نفسه وطريقة الكومبوستنج لطيفة. بحييك جدا على الشغل. برضو عامل حاجة تانية بنفس الستايل، تكوين مختلف شوية. طبعا خلينا نقول سلبياته الأول. أنا بالنسبة لي الجزء ده ممكن يكون كان ممكن يتظبط عن كده. طبعا الضوء كان ممكن الحتة دي بس اللي تبقى منورة، الجزء الأمامي والجزء الخلفي ده كان يبقى مظلم شوية، ده كان ممكن يبقى منور عن كده. طبعا الدخان هنا عندي ما كانش هيبقى اسود، كان ممكن يبقى رمادي شوية او ابيض. طيب
ممكن ايه تاني؟ انا طبعا بالنسبة لي انا عارف ان في طيارة هنا، الطيارة ديت المفروض انها جاية على وش الحيوان دوت، بس او المونستر دوت. بس انا عندي كومنت واحد بس، ان اللون الازرق والمونستر كله واخد درجة اللون الازرق مع التداخل الاصفر هو حلو وكل حاجة، بس هو مش منطقي. يعني انا ده عندي ازرق هنا والالوان هنا صفرة، يعني الاجزاء دي صفرة، فكانت اكيد كانت هتأثر على ده، او كان هيبقى في ريم لايت هنا خفيف اصفر، او كان ممكن بطنه تبقى مسفرة سنة، كان ممكن يبقى في اي حاجة منورة سنة اصفر. عندي برضو الشادو هنا حاسه اسود قوي، يعني كان ممكن يهدى عن كده، او كان ممكن يبقى معمول مالتيبلاي او اوفرلاي. اوفرول طبعا الفيجوال رائع وممتاز، وانا عاجبني جدا الطريقة الصراحة اللي بتوظف بيها الخامات بتاعتك. الحتة دي برضو كان ممكن تنور شوية، كان ممكن تستخدم فيها إضاءة شوية للفليم ديت. بس التكوين طبعا اوفرول زي ما قلت هو ممتاز وصراحة مشرف جدا. تعالوا نشوف اللي بعده. طيب عندنا هنا برضو في التكوين بتاعي انا المود بتاعه رائع. طبعا المود ده ما ينفعش ان الواحد يتكلم عليه، لان انا شخصيا بحب المود ده. بس عندي كام كومنت برضو. الجزء ده، الجزء اللي هو بتاع العمدان دي، يعني شكله غريب شوية في البلند مع المونستر ده، والجزء اللي ورا اللي هو راس المونستر ديت، انا عارف ان انت عايز تطلع بيها كرياتيف كونسبت او كرياتيف ايديا تدمجها مع الكرة الأرضية اللي كانت ورا. فأنت عملت تداخل بين الوش والكرة ديت، بس هو شكله غريب سنة في الإضاءة أو في القص. يعني هو كان ممكن تبقى اكسكيوتو بطريقة أحسن من كده، وخصوصا إن أنا عندي هنا الإضاءات مش متظبطة. يعني إزاي ده منور قوي كده والجزء ده غامق؟ طيب أنا عندي برضو الجزء ده، الجزء ده ممتاز جدا، يعني أنت عامل له هنا بليندنج حلو قوي. يعني انت الجزء ده انا حاسس ان هو مدمج مع الفوج او النايت مود اللي انت عامله، لكن الجزء ده تحس ان هو مقصوص. يعني انا بالنسبه لي الجزء ده مقصوص، كان المفروض تعمل له بلندنج احسن من كده. الجزء ده طبعا انا عارف ان انت قاصد ان ده يبقى منور علشان النور جاي من هنا وكل حاجه، بس هو شكله غريب، تحسه انه مفصول عن ده. يعني هو الجزء ده مفصول عن ده، فانا كان رايي ان هو دوت هيبقى مظلم، وكان ممكن تدي ريفليكشن فاتح قوي وخفيف جدا عن ده. ده مظلم قوي، كان ممكن تاخد من المود ده من الأرضية دي. ده ممتاز قوي، وطريقة الرص بتاعت السلاسل والحاجات دي ممتازة، وده ممتاز. الشجر برضو كان ممكن تنوره شوية من الأطراف وخلاص كده. بالنسبة لي التكوين ده مميز جدا وممتاز، والحقيقة برضو بحييك على الشغل الرائع، وبحييك على الكرياتيفيتي والطريقة اللي بتطلع بيها أو بتكسكيوت بيها الفيجوال. طيب خلينا نشوف اللي بعده. طيب ده حاجة من الحاجات اللي اتعملت، من الحاجات اللطيفة والمود بتاعها الصراحة لطيف بالنسبة لي. عجبني ان انت هنا استخدمت المونستر في مكان كويس اللي هو البؤرة الذهبية. شايف ان انت المكان دوت مناسب للمونستر الصراحة، هو شد العين جدا. طريقة توظيف طبعا السلالم مع السلم ده كويسة ممتازة، بس أنا عندي كام تعليق كده ممكن يكون سلبي شوية. أنت عندك هنا الشجرة ديت، يعني ممكن يكون ملهاش لازمة شوية، حاسس إن هي ملهاش، يعني ملهاش مكان، كان ممكن تتشال خالص. عندي برضو المونستر دوت ممكن تبقى إضاءته كان ممكن تتظبط أحسن من كده. الجزء الأسود ده يعني، أو الجزء الغامق ده، كان ممكن يتظبط عن كده. عندي الشخص ده أو المونستر ده كان ممكن ياخد من المود الأصفر اللي حواليه. عندي مشكلة بس كمان برضو مع الشخص اللي بيجامب ده، كان لازم ياخد برضو من المود بتاع الأرضية ويطلع فوق سنة، وهو ملهوش حتة بينط منها. يعني أنا مش عارف هو بينط منين، هل هو جاي من هنا، ولا هل هو جاي من هنا، ولا هل هو جاي من تحت، ولا بينط من فوق، فالموضوع مبهم شوية.
طبعا ده القص بتاعه سيء او البلندنج بتاعه سيء. كذلك برضو السلسلة هنا المفروض ان السلاسل ديت لو ده ورا وده قدام يبقى ازاي دي كبيرة وازاي دي صغيرة؟ اكيد دي لو هي بالمقاس ده اكيد قدام مع ديت كانت هتبقى ارفع من كده. فخلي بالك شوية من حتة المنظور، المنظور ده طبعا مهم جدا وايه هيأثر في الفيجوال كله. بس اوفر اول بحييك والتكوين ممتاز، وبرضو التايبوجرافي عندي هنا لذيذ ومكانه حلو. طيب خلينا نشوف اللي بعده. طيب ده من الحاجات الرائعة جدا اللي برضو بحييها على الشغل الجميل جدا. عندي التايبو بتاعه ممتاز، التايبو بتاعه هايل جدا. عندي الجزئية بتاعة التايبو اللي تحت هنا ده محتاج يتظبط شوية، يعني أنا كان رأيي كان ممكن يجي في الجزء ده كده مثلا، يبقى التايبو بالطريقة ديت. عندي بقى شوية كومنتس ممكن تكون سلبية برضو، اللي هو يعني حاجة زي كده الطيارة ديت كانت محتاجة انها تكبر شوية، السكيل بتاعها يكبر شوية. ليه؟ لأن انت عندك هنا الشخص ده هو قدام والطيارة ورا، فأكيد الشخص ده لو هو بالمنظور ده عمر ما هيبقى ده بالحجم ده، يعني ده كان أكيد هيبقى أصغر من كده بكتير، لأن الطيارة لو بالحجم ده استحالة يبقى الراجل والإنجن في نفس الحجم تقريبا، فاهم قصدي؟ فأنت عندك حتة المنظور دي كان برضو لازم تركز فيها. عندي برضو المونستر ده هو يعني أنا عارف إن أنت قاصد إن هو بيطلع أو حاجة، بس هو هنا تحس إن هو زي ما يكون بيقع، يعني هو مايل، فاهم؟ فعايزك بس تركز سنة في المنظور. بس اوفر اول المود تحفة وممتاز، وبرضو الاشخاص هنا كانت محتاجة تصغر، فانا عندي بس اعتراض على النسبة والتناسب في الفيجوال بتاعي. تمام خلينا نشوف اللي بعده. طيب ده من الحاجات اللي عجبني برضو المود بتاعها، انا بحب البنفسجيات عامة. الشجرة ديت ممتازة، بس هنا القص بتاعها خفيف كان محتاج يتظبط عن كده. ده ايه؟ يعني انا مش عارف ده ايه، المفروض ان انت قاصد ان هو يبقى في الباك جراوند، بس هو يعني شكله غريب شوية. انا عارف ان انت قاصد ان هي حاجة كبيرة ورا وكل حاجة، بس شكله غريب ومش هيبقى كده اكيد من تحت. تمام ده كان ممكن تبلنده اكتر من كده مع الأرضية اللي فوق واللي تحت، لان النور طبعا تحت هنا منور، اكيد كل ده كان هيبقى منور بنفس الطريقة وكان هيبقى واخد من الارضية بتاعته. الشلال ده كان ممكن تديله حاجة نفس المود. كذلك عندي برضو المون هنا في مشكلة خطيرة جدا، ان عمرك ما هتلاقي اي قمر يعني في الخط ده، استحالة استحالة يبقى عندك اللاين ده كده في القمر، اكيد هيبقى فيه بلير، اكيد هيبقى فيه يعني انت عندك الحتة ديت الايدج ديت مش هيبقى باين بالشكل ده خالص. هيبقى عندك مثلا اوتر جلو، الاوتر جلو طبعا ده بيفرق جدا، الاوتر جلو دوت هيخلي القمر يبقى باين ان هو قمر، بيبقى منور اكيد، يعني بيبقى فيه توهج كده حواليه. عندي السلسلة ديت بس كانت محتاجة تتظبط شوية، وعندي الجزئية دي يعني انا بالنسبة لي ده تمام، ده مش ألطف حاجة يعني، ده كان ممكن يتظبط عن كده. وده يعني رجله مش واقفة على الشجرة، تحس ان هو يعني كان المفروض يبقى في حاجة تحته هنا قافلة شوية عليه. بس overall المود ممتاز جدا وبحييك على الشغل، و يعني حلو جدا. خلينا نشوف اللي بعده. طيب حاجة زي كده انا عندي طبعا الكومنتات بتاعتي اللي فيها طبعا اي حد هيشوفها هي بيضة قوي وشاربن قوي 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 قوي، فانت عندك الشاربنينج اللي في الصورة ده عامل لي مشكلة، والبياض نفسه صعب. انت بس كفيجوال كتكوين هو لطيف، يعني ده حلو وده حلو، طريقة التوظيف نفسها ده حلو ده حلو ده حلو، ده مش حلو، ده ممكن كان واحد بس كفاية، ده غريب سنة، بس كتوظيف يعني أنا بالنسبة لي لذيذ. طب ليه بعد التوظيف ده كله بوظته مثلا بال
باللير اللي انت حطيتها فوق او الابيض او درجات الشارب اللي انت ضفتها في الاخر. ليه؟ كان ممكن تكمل بطريقة احسن من كده. عندي البلندنج مع الفليم دوت حلو على الصخرة. عندي بس القص هنا دوت مش ألطف حاجة، وكان ممكن تستغنى عن ده كله، الجزء ده كله كان ممكن تستغنى عنه. المونستر مكانه حلو، بس عندي برضو تعليق على التكست. التايبو لذيذ وكل حاجة، بس ما ينفعش ان انت تحطه بالشكل ده على الحاجة وهي الحاجة اصلا فيها الوان وفيها اسود وابيض والوان كتير هتغطي على التايبو بتاعك. خلي دايما التايبو بتاعك في حتة فاضية او حتة ممكن تكون هادية شوية تقدر توظف فيها التايبو. بس اوفر اول حلو جدا وممتاز. الشخص ده انا مش عارف يعني هو ايه الفكرة، هو بيقع تقريبا. بس كان ممكن يبقى واخد سنة من الابيض اللي محطوط. طبعا التكتشر اللي انت حاطه في الاخر ده ما كانش مناسب هنا، يعني هو حلو كل حاجة بس مش مناسب ان انت تحطه في الاخر على ده، لان هو كده غير المود خالص. طيب خلينا نشوف اللي بعده. طيب اخر حاجة خالص ده، انا طبعا بالنسبة لي الفيجوال حلو وكل حاجة، بس عندي برضو كام كومنت. يعني الحاجات ديت لذيذة وكل حاجة، ده لذيذ، بس انت طبعا الحاجتين بس اللي انت استخدمتهم من الماتيريال اللي جت هو المونستر ده تقريبا والشجرة وممكن الشلالات دي. طيب الشلالات حلو توظيفها مع العين، ان هو زي ما يكون بيعيط مثلا وشلالات نازلة من عينه او مية او بيبكي. فكرة لذيذة وكل حاجة. وكان ممكن كمان تخلي الفليم دي كان ممكن تخليها بنفس درجة الأزرق ديت كأنه متوهج بطريقة معينة مثلا أو مزرق بطريقة معينة، يبقى نفس اللوك أند فيل في كله. طيب عندي بس اعتراض برضو على ده، يعني ده مش حلو، ده تحس إنها خطوط كده محطوطة. الخطوط ديت أنا عارف أنت كان قصدك إيه، أنت كان قصدك إن أنت تحط زي مثلا اللي هو الخشب اللي بيبقى على المباني او الحاجات اللي بتبقى محطوطة اللي هي بتسند مثلا المونستر ده وهو بيتبني. انا فاهم انت قصدك ايه، بس كان ممكن توظفها بطريقة احسن من كده وما بتتحطش بالطريقة دي خالص، لان الحاجات دي كلها كده هي باينة مجرد خطوط. يعني كل ده بالنسبة لي خطوط. بس overall الفيجوالز ممتازة جدا. خلينا نتكلم كده ونقول الكلمتين الأخيرة، يعني ده نهاية الريفيو. طبعا طبعا ممكن يكون رأيي مختلف عن رأي بقية الناس، بس أحب أحييكم جدا على الشغل. أولا الشغل ممتاز جدا، أنا عاجبني الشغل ومتوقعتش إن الشغل ده في ناس ممكن تنفذه. مبسوط قوي بالنتيجة، مبسوط جدا بالحاجات اللي اتعملت والأفكار اللي طلعنا بيها. بس في كام نقطة كده حابين ان احنا نتكلم فيها، حتة الكرياتيف وحتة ان انت تطلع كونسبت جديد او فكرة جديدة. خلينا دايما واضحين ان انا مش مجرد بعمل تجربة واحدة. انا طبعا انا فرحان بأول حد خالص اللي هو عمل 3 فيجوال. ال3 فيجوال دول فكرة ان انت بتكسكيوت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، حتة ان انت تجرب كتير دي بتخليك تتطور وبتخليك بتنتج حاجات أحسن. أنت ممكن تعمل حاجة بعدها تطلع بفكرة تانية يعني أفظع منها، فأنت حاول باستمرار تجرب 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 لحد ما تطلع بحاجة very creative وحاجة very very interesting. فحاول تستمر وحاول تبقى مبسوط باللي أنت عملته، لأن اللي أنت عملته ده مجرد بداية. فحاول تركز جدا في حتة اللي جاي وحتة ان انت تطلع دايما باستمرار حاجات جديدة. طبعا في حاجات تانية هبقى راجعها معاكو في توتوريالز جاية، بس كأوفر اول ممتاز جدا وانا بحييكو وبشكركو على وقتكو. لو حابين نتناقش في الحاجة ديت حطوا كومنتاتكو في الجزء اللي تحت وهنتكلم فيه مع بعض. شكرا لكم.